يعني اليوم هسه الآن قدامي للأسف أرقام، يعني لو اطلع عليها الشارع العراقي مع سكوت الحكومة، هذه هي الأخرى كارثة. أكثر من نصف مليار دولار عراقي حرق في حريق الرصافة عبر 882 صندوق اقتراع، 1140 جهاز إرسال، 1128 جهاز تسريع نتائج يسمونه جهاز الكوز بيكوز، 7533 جهاز البيكوز، و 1124 جهاز التحقق البيومتري. بالله عليك، هذا لو حادث بيت مسؤول من مسؤولي الدولة العراقية داخل الخضراء، وراحت منه كم آلة احترقت، تدري ما تدري الحماية سهوا، يعني ماكو وراء تحقيق، ما راح تجيب المحقق، ما راح تعرف من الأدوات الوراها. شنو هالسكوت المطبق من الحكومة الموقرة؟ نعم حكومتنا جدا موقرة، وهي تستخف بثلاثة مليون مواطن في منطقة الرصافة، أصوات مزورة دخلت ومهكرة وحشو أوراق، وساكتة لم تحرك ساكن تجاه الحادث. قبل لا يشكلون حكومة ولا يحاولون يجملون الصورة، عليهم أن يطهرون النتائج الحقيقية. شنو من اللي يسمح لهم أنه يتجاوزون نتائج الرصافة؟ احنا مو عندنا قانون 67 لعام 2012 المحكمة الاتحادية ما تسمح أن هيئة تتجاوز على حقوق هيئة قانونية. زين من اللي يسمح أن يجاوز أحد على هذه المواد وهذه الأصوات التي حرقت بالرصافة ويعبروها مرور الكرام؟ يعني شو تصورون؟ انه خلاص الشعب العراقي سكتوه بالجنوب بالهليكوبترات وضربوهم، لو يسكتون المواطن بالناصرية، لو سكتوا ابن الأنبار وصلاح الدين والموصل.